بسم الله الرحمن الرحيم. أمل حمدي عبد الغمني، رئيس الوحدة البحرية بكفر الترع القديم. النهارده احنا في قرية كفر الترع القديم، هي القرية الأم، فيها بعض المجمعات، مجمع زراعي ومجمع حكومي، وإن شاء الله جاري إنشاء مجمع حرفي. اللي احنا واقفين عنده دلوقتي ده مجمع زراعي، زي ما انتم شايفين واصلين الوقت للمرحلة الأولانية، وجاري شد الأخشاب بدور الأرض بإذن الله. ده هيبقى عبارة عن مجمع تجميع ألفان، مركز تجميع ألفان، وهيبقى فيه وحدة طب زراعي برضه، وحدة زراعية، وعندنا هيبقى مجمع بيطري إن شاء الله. المشاريع دي بصراحة أصبحت طفرة هائلة، يعني الحاجات دي استحالة بعد كده نشوفها بعد 100 سنة، وده كان بالنسبة لنا كان مجرد حلم، ما كناش مصدقينه. الفرصة ده أول ما اشتغلنا هنا على وجه العموم، لما اشتغلنا كده كنا بص لقينا معظم الشباب بدأوا يظهروا وبدأوا يشتغلوا. كل العمالة اللي كانت وقفت أيام كورونا بسبب المشكلة والإجراءات الاحترازية بدأوا يشتغلوا، بدأ في باب رزق اتفتح لكل المشاريع هنا، كل العمال بقى اتفتح لهم باب رزق. وطبعا في الأول في الآخر بنشكر سيادة الرئيس السيسي ان هو اتاح لنا الفرصه ده، وان هو اختار مركز شربين ضمن مبادره حياه كريمه، لان كان فعلا مركز شربين كان مفتقد لبعض الخدمات وبعض المرافق توصل للمواطنين من ميه وصرف وغاز. مهندس سيد شعبان، مهندس مشروع حياه كريمه. انا شغال مدير مشروعات في حياه كريمه، شغال هنا في كفر الترع القديمه، مسؤول عن مجمع خدمات كفر الترع القديمه. المجمع الحكومي هنا بيخدم قريه كفر الترع القديم وجميع القرى المجاوره ليها، اكتر من 40 تابع و8 قرى مجاوره لكفر الترع القديم. المجمع هنا بيحتوي على مركز تكنولوجي، وبيحتوي على الوحده المحليه والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي والبريد والشهر العقاري والتموين. المجمع هنا بيخدم نسبه كبيره جدا من سكان قريه كفر الترع القديم. احنا بدانا في اوائل شهر ابريل الماضي، وان شاء الله نقدم المشروع قبل المده المطلوبه ان شاء الله. احنا هنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه هو اتاح لنا الفرصه كشباب ان احنا نشارك في زرع الامل وتطوير الريف المصري في قريه كفر الترع القديم. انا مهندسه شروق شهاب، مهندسه موقع ضمن مبادره حياه كريمه، المقام دلوقتي في قريه كفر الترع القديم اللي هي بلدي. احب اشكر سياده الرئيس على المشروع، لانه بجد بيوفر خدمات كتيره جدا للبلد، البلد كانت مفتقره للخدمات. المشروع هنا ده مشروع مجمع خدمات بيتكون من مركز تكنولوجي، مكتب بريد، مجلس محلي، وحده محليه، تضامن اجتماعي، وزاره تموين. زي ما حضراتكم شايفين ده هيخدم المواطنين، بان المواطن مش هيضطر ان هو يتنقل لمدن تانية علشان يقضي المصالح الحكوميه بتاعته، لا، كل المصالح هيقضيها في مكان واحد وفي مركز واحد، المركز التكنولوجي.